بنصبح على حضراتكم مره تانية، وخلينا برضو نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هاله. صباح الفل يا مصطفى. يعني طبعا خلاص الاجازه خلصت وابتدت الناس تنزل النهارده، وهيبقى في رجوع للروتين. مين الصاحب الجدع اللي واقف جنب؟ الحمد لله ربنا كرمني باصحاب كويسين، يعني يمكن اقرب من العيله بالنسبه لي، يعني او عيلتي الثانيه يعتبروا. وقفوا معايا في مواقف كتيره جدا والله يا مصطفى بجد، يعني فعلا. حابه تقولي اسمائهم على الهوا؟ حابه اقول مهيستي وجوزها محمد يونس، دول اكتر اقرب اتنين ليا، صاحبتي الانسيم وجوزها. يعني يمكن كمان يعني انت لما بتبقى في غربه غير لما بتبقى في بلدك طبعا، ففي على مدار سنين صداقتنا مريت بمواقف كتيره صعبه، بس لما كنا مسافرين بره مصر من كام سنه واتسرقت كل فلوسي اتسرقت وكنت خلاص عايزه ارجع، لقيتهم لا هم وقفوا جنبي ولا مش هترجعي دلوقتي وهنسلفك لغايه ما ترجعي وبردي براحتك. وده غير مواقف كتيره طبعا في الشدة مرينا بيها كلنا مع بعض كويس. وظروف مرض أهل وكنا الحمد لله فيها كويس. مع بعض كويس. إحنا بنصبح عليهم برضو. صبح عليهم. صبح عليهم. صباح الفل عليك. صباح الفل. وهنصبح على كل مشاهدينا. يمكن موضوع الحلقة طبعا مهم النهاردة يا مصطفى، لكن خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي الناس بدأت تنزل. هنبدأ من محافظة القاهرة، والكثافات هتبدأ ترجع تاني بعد عودة الموظفين من أجازة العيد. لو رحنا الكورنيش هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة من المظلات باتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة ففي هناك سيولة مرورية. كوبري اكتوبر للمتجه للعباسية هنلاقي هناك كثافات مرورية متقطعة لغاية غمرة، اللي مكمل في اتجاه العباسية هيلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. في كمان كثافات أخرى في الاتجاه العكسي للكوبري، لكوبري اكتوبر بسبب زيادة أحمال السيارات. كذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر وصولا للمنصة، ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائري. لو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك برضو في كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وهنفضل ماشيين لغاية نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. طبعا هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، هناك برضو في بعض الكثافات. نفق الأزهر في انتظام للحركة وسط سيولة مرورية في الاتجاهين. ولو روحنا على محافظة الجيزة هنلاقي أن في شارع الهرم في بعض الكثافات المرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر بعض الكثافات الأخرى في شارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت في كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. لو روحنا شارع فيصل هيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية والحد الطلبية. أما محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي. أما الاتجاه الآخر المتجه إلى أكتوبر في سيولة مرورية، وده بعد الانتهاء من التوسعات. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري ما زال الطريق مغلق، نخلي بالنا، والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج، دي الطرق البديلة. هنروح لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي تظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن أصبحت أقل من المعتاد، وبيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة طبعاً بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق والمنع ظهور زحام مروري للمركبات. كما انتظمت أيضا حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه لميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، إلا أن مطلع كوبري قها بيشهد بعض الكثافات المرورية المتحركة بسبب أعمال الصيانة اللي بتتعمل في الكوبري. كمان انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية. القادم من طريق شبرا بنها ومتجه إلى مدينة نصر ومصر الجديدة يسلك محور العصار، هيختصر ليه وقت طويل جدا. أما الطريق الدائري بشكل عام ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها كثافات بسيطة.
نكمل جولتنا المرورية ونروح لبورسعيد، هنلاقي هناك سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتاد في ساعات الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وانتهت نشرتنا المرورية المفصلة.